متاسة طلع حزبي. متنفذ على روحها، ما لي علاقة بهاي المصطلحات. أنا هاي المصطلحات ما أحترمها ولا أحترمهم. سمعتي لولا؟ متنفذ على روحه قدام القانون، اللي يسيع على القانون ينداس على راسه. الاتصال الثاني اللي هي أسيل صباح من صلاح الدين. أسيل تقول أنا اشتريت قطعة أرض من موظفة بوزارة النقل العراقي بمنطقة الإسحاقي، يقول هاي كانت تمتلكها بالتسعينات وعتها سنة طابع أصولي. فوجئت من البداية انه بالممانعه من التملك لهذه القطعه، لكون موظف في قسم القانونيه اسمه رشيد الشذر عنده قطعه تابعه الى امامه بحجه هذه القطعه تابعه لي، وقدمت شكوى واعتراضات والحمد لله القضاء النزيه انطوني اياها بالله. الو السلام عليكم. مرحبا اخت اسيل. اهلا وسهلا استاذ نجم، شكرا جزيلا على استضافتك. بابا انت هاي القطعه مالتك اشتريتيها بفلوس سياسه؟ أنا اشتريتها قبل سنة تقريبا. قبل سنة؟ نعم اشتريتها. اشتريتيها؟ القطعة هذه بس جاوبيني على سيدي، أنت اشتريت القطعة من شخص لو من دولة؟ نعم اشتريت القطعة من شخص لو من دولة؟ لا لا لا، من شخص، من شخص موظفة. من موظفة عندها سند يعني عندها سند طابو باسمها؟ اي نعم. زين فتحت لك بيان في تسجيل بابا؟ بس جاوبيني على سيلتي وأنا أعطيك مجال. فتحت لك نعم. بيان بالطابو او حولت لك رسمي؟ نعم 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 استاذ. طلعتي سند باسمك؟ نعم. زين وتملكت باسمي؟ وتملكتي. هسه سولفي لي القصه. اي شنو اللي هذا اللي وليد شو اسمه هذا؟ تفاجئت اني اشتريت، نعم انا اشتريت هذه القطعه من الموظفه العام. اي اي التحويل استلمتها وعادي، وسند طابو اصلي هي البنيه هم كان عندها سند فيها ضاعت لي اياها. اي تفاجئت اكو موظف في بلديه الاسحاقي في قسم القانونيه اسمه رشيد الشذر يمنع اي شخص يوصل من هذه الارض، منعا باتا. اشتذني هوايه بذني اكثر من تهديد، ممنوع اتملك، ممنوع اوصلها لانه بيته وبيت ولقط امانته مقابلها. فيريد مدير شريف شذر يشتغل شريف يعني مو شيشتغل يعني شريف الشذر شيشتغل رشيد الشذر شيشتغل؟ نعم رشيد الشذر شيشتغل بالبلدية مدير؟ كان من 2003 17 سنة هو مدير في بلدية الإسحاقي إلى أن تم إخراجه من قبل محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر. تم تحويله إلى موظف في قانونية بلدية الإسحاقي. هسه يعني رشيد يقول لك ما تقعدين بالقطعة، ما اتملكها وممنوع اوصلها وممنوع اخلي اي حجر اساس بيها وممنوع اوصلها اصلا. استاذ حتى قام يخلي يعني الواح من التراب بيها، حتى ممنوع اوصلها نهائيا. اشتكيت. هذا شخص متنفذ استاذ، متاسه متنفذ على روحه، ما لي علاقه بهاي المصطلحات. انا هاي المصطلحات ما احترمها ولا احترمهم. سمعتي لولا؟ متنفذ على روحه قدام القانون، اللي يسيع على القانون ينداس على راسه. لا رشيد ولا ابو رشيد. يا رب. رحت للقانون اشتكيتي على هذا الشذر؟ رحت اشتكينا عليه بصراحه، رحنا على حتى البلديات مال التكريت. اي ما حد ينطبي وممنوع حتى نذكر اسمه باعتبار صديقهم. أيه؟ صديق المعاون وصديق المدير ومع صديق يا معاون مدير البلديه مال الاسحاقي. معاون واحد ما اعرف والله يعني بالبلديه مال كل. انت رحت للقضاء بابا؟ انت رحت للقضاء؟ بلديات رحت للقضاء؟ بالمناسبة أستاذ تعرف شو يقول لنا؟ يقول أني أدير البلديات كلها، وين ما تروحون تشتكون روح اشتكوا. بالعافية علي. ثاني نجدة أقول لك نعرفه متنفذ. بالعافية علي، خليه متنفذ. أنت رحت للقضاء اشتكيتي على رشيد؟ نعم نعم رحت القضاء. أنت بعثت لي كتب القضاء قال لك هاي قطعتك، وأشر على المرتسم قال قطعتك وراها. نعم شذر ايش قال؟ هو القانون ايش قالوا لي؟ محكمة الإسحاقي حكمت القطعة إلي. زين. محكمة التمييز هو راح اشتكى بالتمييز، حكمتها إلي. يعني يشتكي عن شغلات مهنية. إذا أنت كسبتي قرار قطعي بابا، القطعة إلك. القطعة مالتي. زين. حكمتها القضاء، حكمها كلها إلي. وراها ايش صار؟ ما أنا ذرة. وراها ايش صار؟ ولحد هاللحظة حتى المحكمة التنفيذية في قضاء بلد حكمتها إلي.
يعني رحت اخذنا المهندس داري دخلها الساعه دريد نبنيها لعبينا خلقه تهديد وابتزاز وممنوع اوصلها ابدا. ابتزاز شيد فلوس رشيد غصبا علي يقول لي غصبا ما عليك الي القطعه شيء ابتزاز وين تروحين تشتكي روح اشتكي يقول لي رشيد ابتز شيء يقول لك هو رشيد اللي ده يقول لي يقول لي ما اخلي احد يوصل لهذه القطعه هسه لو تجيبوا لي مو قضاء انا ما اعترف باكبر سلطه ما اعترف علنا استاذ هذا الشيء علنا يعني زين هاي القرارات امام حضراتكم واتمنى يوصل صوتي لنا يعني الناس عمي مهاب صلاح الدين حلوين هذول موظفيهم عمي مهاب لانه ما ياخذ قطعه ارض مني يا استاذ نجم يعني ياخذ خليني عمي مهاب صلاح الدين يا اسيل صلاح الدين محافظ معاون وكيل فني خيرين شو انت هم صامت يا معالي صامت انت هم صامت المحافظ رشود يقول ما يعترف بأكبر سلطة وما يعترف بأكبر قانون وحرمة عراقية مشتريت لها وصلت قاع وعتها قانون وعتها قرار وعتها حكم قضائي تاس رشيد إذا يعرف له يعرف له الشم متنفذ والشم حرامي الناس تبطل الناس تعوف فلوسها تعوف أموالها لأن رشودي ما يقبل شنو محافظة صلاح الدين والأنبار شنو هذا نسيب هذا شنو هذا ما خدمت هذا شنو هذا كان مدير شنو هذا متنفذ شنو قطعة كبار لي ما تاخذوها ولكم انتو دولة لو مافيات أنا أدري انتو مافيات لكنه انتو استغلتوا سطوتكم على ضعف العراقيين في مرحلة من المراحل احنا اللي خلينا اليوم الصوت العراقي يطلع ويطالب بحقه ونزين شواربكم على حق العراقيين شنو رشيد شنو نسيب ابو التربية شنو ماخذ الطفلان ولكم انتو دولة دولة يجب ان تحترموا الناس وحقوق الناس شنو رشيد ما يرضى المرأة تاخذه محافظ صلاح الدين اتصور هاي اختك اتصور هاي بنتك انت مو اولي الامر المن تروح هاي المراه والله رشيد يقول لك انا ما اعترف بالقانون لا انا اقول لك غصبا على راسك تحترم القانون انت وغيرك وبطلوا هاي اللغات بالتعامل مع الناس جرابيع البارحه حفاي ولكم البارحه تنابر قسم منكم كان يبيع لبلبي وقسم منكم كان حافي هسه ما يخالف هسه ما نقول الله فتكها لكن صرتوا حرامية وبكتوا حلال الناس محافظ صلاح الدين أنا ما أترجى أحد على حق العراقيين صوتي واضح أنت وهذا رشيد أترك لكم حق الرد وهاي المرأة العراقية يجب أن تأخذ حقها هسه لا الخاطر ولا الخاطرها لكن الخاطر القانون واحترام القضاء والإخوان القضاء في صلاح الدين قراراتكم يجب أن تنفذ أسيل أنت وياي بعد إيش طلعت أسيل زين يعني أنا والله العظيم أحاول دائما أن أتمالك نفسي بقضايا من هذا النوع لكنه والله ما تعلمنا بالزمن لما تتنخاك حرمة على حقك مسؤول قاعد ورا كرسي يستطيع أن ينفذ القانون وما يأخذ للحرمة حقها أنا أريد الشباب يشوفوا لي الاتصال الثالث لأنه